لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال. شموس العز أهدتنا فخارا، وصافحنا بنشوته الهلال. هذا البرنامج برعاية مركز علاج الرياض الطبي، مصنع فاركو للحلويات. مساكم الله بالخير جمهورنا الكريم، حلقة جديدة من برنامجكم قديمك نديمك الأمثال الشعبية. أنا مناح الحصان، أقول فطور هني. الليلة معنا أيضا أمثال شعبية جديدة، أمثالنا تستخدم على مستوى شبه الجزيرة العربية وفي الخليج، تلقى الهل الشمال وهل الجنوب وهل الغربية وهل نجد وهل الحجاز. لكم أنتم سؤال في نهاية كل حلقة، لا تنسون تتواصلون معنا. بنبدأ في حلقتنا اليوم، ايش رايكم؟ معنا ساهر. ساهر ما راح يترك حركاته، معنا ساهر وانتم معي اتبعوني. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور حبيبي. مبارك عليك الشهر. علينا عليكم ان شاء الله. كيف الحال؟ الحمد لله. وش المثل الجديد اللي معنا يا ساهر اليوم؟ فيه أمثلة شعبية معانا، ساهر بيختار لكم مثل. في مثل شعبي. أيوة. وجائزة فورية. طيب إن شاء الله. كيفك مع الأمثال الشعبية؟ والله متوسط لكن نحاول. بتحاول؟ إن شاء الله. يقول كل حب فيه سوس، مثل. يعني كمله يعني؟ لا مو بتكميله. إيش معناه المثل؟ المثل يعني يدعو لأنه كل مثلاً كل شخص وفيه صفة مثلاً. كل حبة فيه سوس. السوس طبعا حاجه ما هي كويسه تكون في الحب، لكن هو مثل يعني يشمل كل شيء. زي بعض الامثله يقول لك يعني كل بيت فيه حمام، يعني رد فعل لبعض الاشخاص. وقال لو جيت مقاولا. نعم مقاول والله حولها عشان الصفي يعني. حركات سهله، انتبه من سهله. حياك الله. مستعجل يعني؟ لا. ايش قلت لي الاجابه؟ متى تضرب هذا المثل؟ في اي حاله؟ والله عندما مثلا شخص ينتقدني مثلا شخص ينتقدك، ينتقدني يعني على شيء او شخص اعرفه، ارد عليه بالشارع والله كل حبه فيها سوس. هذا يعني اظن يغطي الحاجه. ايش تقول يا ساهر؟ يقول ساهر جالس يقول معنا، يقول اذا انتقدني واحد انا ارد عليه اقول كل حبه فيها سوس، اذا انتقدني العيب فيه. ايش معنى المثل طيب؟ ايه هذا هو معنى المثل، المثل يعني أنه متى يستخدم هذا المثل؟ أنت متى تستخدمه؟ أخذتها كرد فعل. أنت خايف من المايك؟ فك عادي بطل إيه يعني عادي. لا في يعني في ردة الفعل بس لا أقل أكثر. في إيش؟ ردة فعل المثل هذا. والله أنك أنت حول الشغلة، بس أبغى توضيح أكثر. توضيح أكثر. طب ساعدونا شوي يا جماعه. دخل لا هو يعني تقدر انت توصف فيه شخص مثلا لما يكون في ناس قد يكونوا صفاتهم كويسه. ايه لا بد انك تحصل شخص من ضمنها في صفه مش كويسه كذا، يعني كل حبه فيها سوس. فيها سوس يعني ما تحصل خمسه سته اخوان صفاتهم كويسه. طيب ايش رايكم؟ ابغاكم تتفقون عشان الجائزه هي الواحد. ترى من اللي بيتفق منكم يعطيني الاجابه، لاني بسال السؤال الان، اذا جاوب على هالسؤال بعطيها بمنح الجائزه. ما عندي عندك. لا عند عمي ما يصير. لا والله عندي. هو عمك فعلا؟ دام عمك لحق. طيب السوسة ايش هي؟ السوسة دودة صغيرة تنخر الحب. اعطيني جايزة. اعطيني جايزة. استاهل. معانا من مستشفى علاج الرياض يقدم جائزة عبارة عن ساعة ثمينة. ألف شكر وكل عام وانت بخير. احنا ما عرفنا اسمك. حسين اليافعي. اليافعي من؟ حسين عبد الله بن عيد اليافعي. من اليمن؟ من اليمن نعم. حياك الله. الله يحييك حبيبي. نعرف اسمك؟ سلام اليافعي. ألف شكر. ألف شكر. ألف مبروك. ألف مبروك. أول إجابة
وأول مثل شعبي يحل على طول ومن اليمن بعد. مصنع فاركوري الحلويات، رواد في صناعة الحلويات. جورجينا معها تحلو الأوقات. تيتي نيفا المدهشة. سوزي ستريت. جوزفين. كلونات. رواند. بوني. فاركو كافي. مصنع فاركوري الحلويات، أول مصنع لإنتاج الحلويات بالرياض. نضع بين يديك خلاصة الجودة، مسؤوليتنا الالتزام وإرضاء كل الأذواق. مصنع فاركوري الحلويات، رواد في صناعة الحلويات. تليفون 265-1052. نفوسا لها في المجد حل وارتحال، شموس العز أهدتنا. فيه مثل يقول، شو اسمك أول شيء؟ قيس ربيع بن قيس. في العام وانت بخير. وانت بخير. فيه مثل يقول الكد كد والجمالة عيشة، ورد المعايش عيشة الحبال. ايش معناه؟ ما تدري؟ أبد. أجل ركز في البوابة لا يطلع. ألف شكر. مبارك رمضان أول شيء. أعلم عليكم إن شاء الله. نتعرف عليك. محمد الغامدي. محمد الغامدي، مثل شعبي. أيوة. يقول الكد كد والجمالة والجمالة. أيوة. والجمالة. أيوة. ما هي جمالة. الكد كد. أيوة. والجمالة عيشة، ورد المعايش عيشة الحبال. حبال. مثل. أيوة. شعبي. أيوة. ايش معناها شوف انا ماني بقول متى بتستخدمه، بس لو شرحت لي هالمثل راح يكون لك جائزه قيمه مقدمه من مستشفى علاج الرياض. عدلي المثل معلش. يقول الكد كد. الكد كد. الكد كد. ايوه. والجماله ايوه عيشه. ايه. ورد المعايش عيشه الحبال. ورد المعايش عيشه الحبال. عيشه الحبال. حبال يفتح الحبل وش يسوي يفتح الحبال انت قصدك عيشة الحبال. من هو الحبال؟ الحبال اللي حبل صيد حبل شيء. سلام عليك. ها. ايه طيب حلو. وش معنى المثل؟ الحبال اللي يعمل الفخ للطيور ويصيدها صح؟ الحبال. ايه طيب آخر شيء من المثل. آخر شيء من المثل ورد المعايش عيشة الحبال. ليش خلوها ورد المعايش؟ يعني إيش المريحة؟ أردى يعني مريحة؟ مش وردة. وردة. إيه؟ وردة المعايش عيشة الحبال. والله هذا اللي يعتمد على ماكر ولا على شيء ولا على خداع ولا. طيب يقول الكد كد. إيوه. والجمالة عيشة. عيشة. جمالة وش هي؟ جمالة عيشة. ما أدري كان مجملين من أول ولا الجمالة عيشة. والجمالة عيشة. حلو. جمالة عيشة. كد كد بترك. بهذلتني يا أخوي الله يجزاك خير. لا حلو. والله بهذلني بالحيل. حلو. حول الشغلة. حلو. بيفرق بين شخصين يعني بيفرق بين طريقتين في المعيشة. سلام عليك. يا سلام عليك. يا سلام عليك. بمعنى ايش؟ بمعنى الجمال عشتها احسن من عشت المفاضله. مفاضله بينهم اثنين في طريقه العيشه. نعم. الف مبروك وجائزه. يستاهل. اسمك ثاني مره؟ محمد الغامدي. محمد الغامدي الف مبروك. مستشفى علاج الرياض يقدم لك جائزه عباره عن ساعه ثمينه. والف مبروك ومبارك عليك شهر رمضان وكل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. طيب. الف شكر. الف شكر. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال، امالينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا. السلام عليكم. كل عام وانت بخير ومبارك عليك بخير. الشهر. الله يبارك فيك. نتعرف على اسمك طال عمرك. خالد الحقباني. مثل شعبي يقول كثر الروابع تضيع فكر راعيها. نعم. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. مر عليك المثل واسمعت سام. جميل. شرح المثل ومتى يضرب هالمثل.
الرواب عشي. شو والله ما تحضر يا حقباني، ان حليت الرواب انت عرفت الـ 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 الإجابة كاملة. كثر الروابع تضيع فك الراعي. الروابع الربع. الربع يعني الجماعة. ايه يا بطني حلوة عيدها. الروابع الربع. من اللي غششك؟ في احد وراك هنا؟ من اللي انت مغششه؟ لا إجابة خطأ. إجابة خطأ. إجابة خطأ. نستعين ب الروابع. الروابع نبي معنى الروابع. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. يا أخي أحس أنها على وزن أغنية لمحمد عبده يا ساهر، صح؟ كثر الروابع تضيع فكر راعيها. ما أدري والله ما تحضرني الحين. كثر الروابع اسم الولد. طارق. يا أبو طارق تسلم. ما أدري إحساس أنك بتاخذ منا جائزة، بتنقص جوائز. والله إذا أعطيتوني جائزة وأنتم مقصرين. ما في جائزة إلا بإجابة. ما في جائزة إلا بإجابة. يلا والله الإجابة يبي لها شوي. يعني وش كثر عشان نعرف مطولين ولا لا؟ بس مطولين يا رجل. نعم في العام وانت بخير. وانت بخير. يعطيك العافية. هون الجوائز. ما في جوائز. ما بس جاوبنا كدا. ما جاوبنا. تجاوب ابشر بالجوائز. يعطيك العافية. الف شكر. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. سلام. مبارك عليك رمضان. عليكم ان شاء الله. تعرف عليك. عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز الزهراني. اي نعم. يا اخي يا كثركم هنا في كل اللي اخذ الجوائز زهري. اما عاد والله واجد. طيب يا عبد العزيز، مثل شعبي يقول كثر الروابع ضيع فكر راعيها. ايش؟ كمل. قال نكته بس ما انت عشان شي ضحكت. انا ماني بقايل القصيده. إيه؟ مثل شعبي. طيب تفضل. طيب يقول كثر الروابع ضيع فكر راعيها. ايش معنى المثل؟ عيد بالله. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. عدتها ثلاث مرات. والله ما ادري. اخر كلام. معنى المثل كثر الروابع يعني كثر الناس يشترون عليه. ايش؟ كثر الكلام اللي يعني يتكلمون يضيع الفكر نفسها يعني زي كذا. الروابع ايش؟ الهرج الزايد. الروابع الهرج الزايد. ايه الميكروفون رد عليك يعني. لا يعني جالس يقولك لا. كل عام وانت بخير. انت بخير. سلام. الف شكر حبيبي. السلام. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته ساك الله بالخير. اول شيء ساك الله بالخير. اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك عليك شهر رمضان طال عمرك. الله يبارك فيك. يقول كثر الروابع تضيع فكر راعيها. مثل شعبي كثر الروابع تضيع فكر راعيها. معنى هالمثل طال عمرك. وجوائز قيمه. وتشرفنا بحضورك قبل كل شيء. الله يجزاك خير. محمد مهنا المهنا. ونعم كثر الروابع تضيع فكر راعيها. يا ابو مهنا انت اللي بتجيبه. طلعوا لي جائزه ظهرناها طارفه. لا والله ما ما احب حول والله. كثر الروابع. الروابع عارف ايش؟ لا والله ما مرت عليك بس صدقني ناسيها. لا والله ما مرت. جاي من شغل في السوق والمدام والبزارين والسوق. اي بس نسوق كل شيء ولا واضحه ترى. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. انت لو عرفت الرابع عرفت المثل كله. الروابع الحريم ولا الحريم الرباعي. الله يتوب علينا وعلى الناس كلها. شو هذه يبغى لها اسحب جلنت صح. الروابع يقول حريم دخل في الربايع يعني. الربايع. لا والله ما جت. ابو مهنا محاوله اخيره علشان ما اخذ من وقتك بس. واذا تسمح لي بالصغيره اذا هي معك ابغى اخذ منها انشوده. والله ما جت. ما العن ابليس صدقني تجيك. قل الله يلعنك ابليس. اعوذ بالله من الشيطان. ما جيت والله ما قدرت. هذا شيء. خذي المايك واعطينا انشوده. تعال يا حبيبتي. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ايش اسمك؟ ماضي. ايش؟ ماضي. بسم الله عليك. طيب يلا اعطينا انشوده. يلا. يا طيبه يا طيبه يا طيبه يا طيبه يا طيبه يا طيبه. اقلب الشريط. اقلب الشريط. اقلب الشريط ماضي. يا طيبه. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الله يخليها لك. يعطيك العافيه حبيبي. مبارك عليك الشهر طال عمرك.
لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعل. تعرف عليك. أمين أحمد. أمين أحمد من وين؟ من اليمن. من اليمن. نعم. مثل شعبي يقول كثر الروابع ضيع فكر راعيها، ايش معنى المثل؟ كثر الروابع تضيع كثر الروابع تضيع وشو؟ فكر رائعها. الجمال. مساك الله بالخير. وين الجمال؟ الروابع والله ما تعرف؟ والله انا اول مره اسمع. طيب كل الطاقم اللي معي 10 انفار كل واحد يصرف له جائزه الحين. يعطيك الف عافيه حبيبي. الف شكر. الف شكر حبيبي. الف شكر. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. كل عام وانت بخير. وانت بخير. مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. اسمك طال عمرك. عبد الرحمن العصيمي. ونعم يا عبد الرحمن. معلك زود. كثر الروابع تضيع فكر راعيها، يستخدم مثل شعبي. كثر الروابع تضيع فكر راعيها. والمطلوب. المطلوب متى يستخدم هذا المثل؟ كثر الروابع ضيع فكر راعيها. والله انك بتجيبها طرفوا لي الجائزه. كثر الروابع جوائز ثمينه ما في. اشوف تبي تشوف الجائزه ولا لا؟ لا عندي. لا بس ابي عشان ساهر بيلخبط. ساهر معنا بيلخبط. لا بقراها كذا ما اقدر اجيب. ساهر بيلخبط. كثر الروابع ضيع فكر راعيها. كثر الهواجيس. الروابع ايش الافكار؟ تفكير. كثرة التفكير يضيع رأيه. يعني لو انه عارف اللي حاجة بيجيبها على طول بدل ما يقعد يفكر ويهوجس فيها. ولا لك نظر؟ ما ادري انت لك نظر بالموضوع؟ ما ادري عنك. الإجابة عندك انت. انت سألت سؤال. أنا إجابة شافية. هي كثرة الروابع، كثرة التفكير وكثرة ال عطني الروابع لها معاني أخرى غير التفكير. هاجوس. لا ما لها دخل بالهاجوس. لا دخل بالنوايا. النوايا النية مطية، إذا نويت الشيء فعلته وانتهيت. ولا لا؟ صح ولا نمشي؟ في جائزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. في علوم طيبة. أنت لا تسترجع الجائزة وتخلي السؤال. ساهر ايش تقول؟ ايش تقول؟ أنت ايش تقول إجابتك؟ عيدنا الإجابة. كثر الروابع. آخر إجابة. ها؟ آخر إجابة. كثرة التفكير فالشيء يشتت الواحد، يشتت ال يعني يشتت ال لا تناظر ما كنت ماخذ مني شيء لاني معطيك ترى مثل ثاني اللي عندي. لا 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 خلاص، هو كثر الروابع كثر التفكير يعني كثر التفكير فالشيء يعني مثلا انت الحين تبي لك تسد لك شيء ولا تنوي لك بحاجه اذا كثرت عليك الاشياء تلخبطك. يعني انت كيف تكون حالتك النفسيه في الحاله هذه؟ ما انا رايي متوتر. لا 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 متوتر. متوتر الان؟ لا لا اتكلم في حاله المثل. كثره الافكار. كثره الافكار الروابع ضيع فكر راعيها، كيف تكون حالته النفسيه؟ يكون واصل حد ما يدري ايش يسوي، بلشان في توتر يعني. اي نعم. اعطني جائزه صحيحه. اعطني جائزه بالاسم الكريم ثاني مره. عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن العصيمي الف مبروك، فزت معنا بجائزه مقدمه من مستوصف علاج الرياض. وكل عام وانتم بخير ومبارك عليك الشهر. وانتم بخير وكنا متوقعين انك تفوز وانت طالع. ختامها مسك. موفق طال عمرك. موفق. انا مشكور ما قصرت. هلا حبيبي. يا الله. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. مساكم الله بالخير. تعرف عليك. رزق الحمد لله نزل. مين؟ عبد العزيز حمدان العنزي. عبد العزيز انت بعيد عني وانا ما اسمعك، وش رايك توقف معي دقيقه بس؟ اي عبد العزيز حمدان العنزي. ونعم. فيه مثل شعبي وجائزه فوريه، مثل قديم يقول ذكر الحياه والطيبين يبين. ايش ذكر الحياه والطيبين يبين؟ مثل شعبي. وش معنى هالمثل؟ والله ما يا عبد العزيز. والله ما وش هو الحياه؟ طيب اللي يستحي. اللي يستحي إيه؟ بيض الله وجهك. خوية. يا هلا. نعرفك. يوسف زه. يوسف. يوسف زه. في مثل شعبي يقول ذكر الحياة والطيبين يبين. والله ما أعرف. يا رجل. إيه. طيب فكر في جائزة حلوة.
ذكر الحياة والطيبين يبين. لا والله صعب. صعب؟ ما أعرف. تعرف من الأمثلة الشعبية شيء؟ لا ما أشعار بعيد عن. مرة؟ أيوه. كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعطيك العافية. لنا همم وللهمم اشتعال وصدق. نتعرف عليك. طلال الشمري. طلال كل عام وانت بخير. انت بخير. مبارك عليك رمضان. أنا عليك. ذكر الحياة والطيبين يبين مثل شعبي. إيش معناه؟ ومتى يستخدم؟ عيد لي بالله. ذكر الحياة والطيبين يبين. ذكر الحياة والطيبين يبين. الحياة وش هو أول شيء؟ الحياة الحي. الحي. الحارة الصغيرة. نعم. إيه نعم. وطيبين يبين. يعني ذكر الحياة والحي الطيبين يبين. يعني مثل ما تقول يعني أهل الحارة والحي. طيبين. أهل الحارة. أو ينعرفون وقت الشدة يعني وكذا. ينعرف طيبهم وقت الضيق يعني. والله صادق ساهر. ساهر. ساهر صادق. ساهر يقول ذكر الحياة. يقول الحياة. من الحي والحارة. يا سلام. أيوة. يقول تجمعون الطيبين فيها كذا معناها صح؟ نعم. إيه. ذكر الحياة يعني تجمعون. يا سلام عليك. قلت لي اسمك؟ طلال الشمري. كل عام وأنت بخير. الإجابة غلط. يعطيك العافية. ألف شكر حبيبي. لنا همم وللهمم اشتعال وصدق القول تثبت. تعرف عليك. عبد الله سلطان الشمري. عبد الله؟ عبد الله سلطان الشمري. في مثل شعبي يقول ذكر الحياة والطيبين يبين يا عبد الله. نعم. إيش معنى المثل؟ ذكر الحياة. الحياة وش هو؟ الحياة اللي يستحي الرجال اللي يستحي. الرجال اللي يستحي؟ إيه. كل عام أنت بخير. وأنت بخير. ما عرفت الإجابة. رمضان مبارك. الله يبارك. يعطيك العافية. لنا همم وللهمم اشتعال وصدق القول تثبته الفعال أماني نحققها بعزم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. يا هلا فيك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. مبارك عليك الشهر. الله يبارك. تعرف عليك طال عمرك. نادي الحربي. نادي الحربي. ونعم يا نادي. مثل شعبي وجوائز فورية يقول ذكر الحياة والطيبين يبين. مر عليك المثل يا حربي. يا حربي ذكر الحياة والطيبين يبين. أكمله ولا؟ لا لا هو كذا مثل. الحياة وش ذكر الحياة؟ اللي هو إن شاء الله الأمطار والخير و... يا سلام عليك. هذا ذكر الحياة والطيبين يبين. متى تستخدم هالمثل؟ عندما تقابل إن شاء الله وجه الخير وجه الشخص اللي فيه ال... إنك تقابلهم يعني سم؟ أو تسمع بصيتهم أو تقابلهم في فعل لهم الطيبة. هو ذكر الحياة والطيبين يبين. يقول عندما تقابل الطيبين ذكر آية ساهر. عندما تقابل إيه يقول إنك تقابل الطيبين هذا ذكر الحياة والطيبين يبين. بين وبين. بين وبين. ما تسمع فيهم طيبهم وذكرهم الطيب. بين وبين. بين وبين. بين وبين. بعيد بعيد. ها حاول. هاي ناد أقول لك كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. يعطيك العافية. أنت حولها. لنا همم ولله. لازلنا نبحث عن ذكر الحياة والطيبين يبين. لازلنا نبحث عن حل المثل الشعبي ذكر الحياة والطيبين يبين. أمانينا نحققها بعزم وماضي. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. مبارك رمضان. علينا وعليك. تعرف عليك. معك علي الجبرتي. علي الجبرتي. حياك الله يا اخوي علي. مثل شعبي قديم يقول ذكر الحياة والطيبين يبين. مر عليك المثل؟ والله انه مر يمكن بس ماني متاكد والله. طيب متى يضرب هذا المثل؟ متى تستخدمه؟ عيده. ذكر الحياة والطيبين يبين. ايوه ها وقت الشدائد. يا سلام. ها يا وليد صح ولا لا؟ يقول وليد لا. ذكر الحياة والطيبين. ذكر الحياة والطيبين يبين. يبين بالتمييز بين الصالح والطالح. ذكر الحياة والطيبين يبين.
لك تفضل، لم تفهم مغزى الكلام. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. يعطيك العافية. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مبارك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. كل عام وانتم بخير. طال عمرك. بخير ان شاء الله. نتعرف عليك. محمد البقمي الله يحفظك. محمد البقمي. نعم. ونعم يا محمد. وعليك الزود الله يطول عمرك. في مثل شعبي يقول ذكر الحياة والطيبين يبين يا محمد. نعم. مر عليك المثل. نعم. معنى هالمثل ومتى يستخدم؟ والله يا أخي بينحل يا شباب. ونحلوا ما يعني لا لفظي يعني لهالدرجة صعب يعني. والله إلى الحين ما حلوه. ليش؟ ذكر الطيبين يبان يعني أصلاً إذا قابلت إنسان فيه طيب وذا يبان من أصل الرجل يعني من طيبه يعني. هذا اللي انا اعرفه، ما ادري اذا في تفسير اخر له. لا ذكر شيء. الحياه والطيب، الحياه وش هو؟ الحياه عند البدو العشب، وال الحياه عند البدو حسب معلوماتي يعني الحياه هو العشب وال والمطر والمطر عشان الماشيه وعشان الابل وعشان هذا اللي انا اعرفه. هذا الحياه. متى تستخدمه انت المثل هذا؟ لو بتستخدمه انت متى تستخدمه؟ متى يطلق؟ يطلق اذا رزق الله الناس بالحياه والعشب وال خضرة والعالم الناس عشان ربطته بالحياة أنت؟ إيه أربطه بالحياة طبعاً. الحياة مو معنات الحياة اللي هو الصحة أو في المجلس الصحة. في المجلس متى تستخدمه؟ متى يستخدم على أشخاص؟ على أشخاص معينين يعني؟ إيه متى يستخدم المثل؟ ذكر الحياة والطيبين يبين. والله يا محمد إنك وصلت 80% للأمانة، وأنا أبغى أجبر الباقي يعني. بس يمكن ترى الأسئلة لما تيجي مفاجأة ترى بعد لها. ما عندنا مشكلة معك. ذكر الحياة والطيبين يبين. ذكر الحياه والطيبين. شوف انا اعتقد انه اذا رزق الله الناس بالمطر مثلا او يعني مواسم فيها مطر وذا تتباشر الناس بالخير، يجيب الله مطر. يقولون ذكر الحياه والطيب يبان لما تحس بالرعد بالبارق بالمطر، شيء يوحي بالحياه قادمه يعني. ساهر، احنا معنا ساهر ترى يا محمد. ساهر موجود معنا. ايه؟ ساهر ربط المعنى بالمطر يا ساهر. اقول يجيب الله مطر. يقول يجيب الله مطر، أنت ربطته بالمطر المثل هذا، يعني ما يطلق إلا في وقت المطر؟ لا مو لازم. ايه؟ فهمتني الحين؟ ايه؟ ايه؟ هذا سؤالي هنا. ايه؟ أنت ربطته بالمطر وبالعشب وبالحياة وكل شيء وبالربيع. ايه؟ هذا ما هو صحيح. لا ما هو لازم يعني، أنا ما أعتقد أنه ضروري، بس أنا قلت لك هذا جزء منه يعني. لا أنا أبغى الجزء ذاك، لأنه هو اللي يكمل لك 100% في الإجابة وتاخذ جائزة معنا محمد. يعني أنت رحت للشيء اللي ما نبغاه. أنت شرحت ايه؟ مضمون ايه؟ الكلام. ايه؟ لكن الهدف أو معنى متى يضرب هذا المثل؟ ذكر الحياة والطيبين يبان. اللي يقول يبان واللي قال يبين هي كلها نفس المعنى. ايه والله الحك كذا. لا تشر لي. لا يعني هو يقول لا 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 يلخبطك ساهر. يلخبطني ساهر. انا اصلا منحاش من ساهر. انا اصلا منحاش من ساهر وجايكم اليوم منحاش من ساهر. تلحق قدرك ساهر. ها اقول قدرك اليوم. والله يا اخي انا قلت اللي قدرت عليه، بس انا عارفه عن الحياة زي ما قلت لك، والطيب هذا هو، والحياة والطيب ما يتباشرون بالناس إلا بالمطار وبالحياة وبالعشب، وهذا اللي نعرفه. إذا كان يذكر في مجال آخر والله ما عندي خبر. إذا كان يذكر في شيء آخر يعني وش يذكر فيه يعني؟ لمح لي، عطني مثلاً اختيارات. ما اختيارات يعني. مثل يعني متى يضرب؟ ما له أي خيارات. ها؟ والله ما ذكر الحياة والطيبين يبان. إذا موقف مثلا حصل، أنت تتكلم عن الأشخاص ولا تتكلم عن الطبيعة؟ لا أنا ما له دخل بالطبيعة. أنا أتكلم مثل يضرب على أرض الواقع أمام أشخاص أو بالذكر أو أنا طيب وصلت معك المراحل. هذا أحيانا لما تواجه الطيب من شخص معين. الطيب؟ إيه. وش يتبع أيضا الطيب من أمور؟ إيه؟ إنه وصلنا طرف لي الجائزة. طرف لي الجائزة. طرف لي الجائزة وصلنا يا محمد. هاي بقمي. ذكر الحياة والطيبين. إيه؟ أوكي. إيه؟ الحياة موضوع. إيه؟ والطيب موضوع. حلو 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 الكلام. الحياة يتعلق بكل ما يتعلق بالبادية وبالماشية وبالمطار والأشياء هذه. حلو. والطيب في الرجال. يا سلام. أوكي. فإذا بان أمامك وش مزايا الرجال؟ مزايا الرجال اللي ينشهرون بها وشي؟ الطيب طبعا والكرم والشجاعة والفروسية وكل ما يتعلق بالكرم. طاح على الكرم. طاح على الكرم. إجابة صحيحة. يستاهل؟ يستاهل. يستاهل عطيها. عطيها. يستاهل يستاهل يستاهل. يا حبيبي عطنيها. والله متردد وليد. هات لك استر كاميرات. هات. استاهل محمد. استاهل محمد. يعطيك الف عافية. شكرا. وكل عام وانتم بخير. مبارك عليك. كل عام وانتم طيبين. يعطيك العافية. الف شكر. شكرا. الف شكر. شكرا.
مركز علاج الرياض الطبي، صحتك اهتمامنا. نرحب بمنسوبي شركات التأمين، حيث يتوفر لدينا التخصصات التالية: الطوارئ على مدار 24 ساعة، الباطنة، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، المختبر، العظام، الجراحة، الأطفال، الأشعة، معالجات تجميلية فائقة، معالجات تجميلية فائقة تعيد لك الابتسامة المشرقة. فحص العمالة وعمال التغذية. مركز علاج الرياض الطبي، نخبة من الأطباء المتميزين. تليفون 01-455-3041. لنا همم وللهمم اشتعال. مثل شعبي قديم يقول مثل أم ظرفين، مثل أم ظرفين. أم ظرفين هذه حسب ما يقول الرواة أنها حرمة معها ظرفين، والظرفين وش هي؟ العكة اللي كانوا يعبون فيها السمن. عموما أم ظرفين هذه جاها واحد يبغى يشتري، شرى منها الظرفين، قال وصليها للبيت. قالت أوصلها لك البيت. راحت معنا البيت، لما وصلوا قال أخاف أنها تغشتني. يقول خاف أنها تغشتني في الظرفين وكنا مغشوشة. أخذ الظرف الأول مدته له وأخذه وذاقه وجربه، قال طيب. أخذ الظرف الثاني وجربه ورد لها، قال طيب. وهي ماسكتين الظرفين بيدنا الثنتين اللي هي عكتين السمن، يقال أنه دفها وطاحت. وهي طاحة في نفس اللحظة، وهي طاحة أيضا ما فكت هالظرفين والعكتين في يدها. هنا قصة المثل، مثل ظرفين، في ثلاث خيارات. يضرب هذا المثل لمن يغدر بمن أحسن إليه. هذا الخيار الأول، واحد، لمن يغدر بمن أحسن إليه. الخيار الثاني يقول لمن ينشغل بماله عن نفسه أو يفرط بشيء ثمين في سبيل المحافظة على شيء آخر. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث يقول لمن كان مشغولا سواء كان لديه عمل أو لم يكن لديه عمل. هذه ثلاث خيارات، ويقولون خير الأمور الخيارات الطيبة كلها. عموما أرسل حرف جيم متبوع بالرقم الصحيح على الأرقام التالية على الشاشة، وتمسوا على خير. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. للمشاركة في برنامج قديمك نديمك، أرسل حرف جيم متبوعا برقم الإجابة الصحيحة، مثال جيم واحد. ترسل الإجابة على الأرقام المبينة على الشاشة. تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال، شموس العز أهدتنا فخارا، وصافحنا بنشوته الهلال. هذا البرنامج برعاية مركز علاج الرياض الطبي، مصنع فاركو للحلويات. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال، شموس العز أهدتنا فخارا، وصافحنا بنشوته الهلال.